هيدي اللي بيقولوا عنها رفسة الحصان الهادي يا هادي، تجي هيك فجأة بدون إنذار. بق ليه صاركم تعرفوا بعض؟ قصة بلشت من جديد حتى علينا، أنه شي بينحكى فيه. عم نتعرف على بعضنا، بس حسيت أنه لازم خبركن لما عرفت مين بيا، حتى حس حالي أنه ما عم بعمل شي بالسر. أنا قلبي كان حسسني أنه في شي مش منيح جاي من ورا تخبياتك لإلي. حس إنه في شيء مش ثابت، بس هالقد ماما هالقد. أنت عارف مع مين عم تحكي يا ماما؟ أنت عم تحكي مع بنت الزلمة اللي حلف في يمين إنه يهد هيدا البيت فقروس. آخ، ليه أنا حظي هالقد عاطل؟ ليه؟ أكتر ولد وثقت فيه ليك من جبلي. أنا ما قلت إني عم شوفه لعادل، عبير ما خصة ببيا. ليكن إحنا أربع شباب ربينا بنفس البيت، بس كل واحد منا عنده طبعه وما حدا بيشبه التاني. هيدي البنت مديرة مكتب المحاماة تبع عادل عبود، كيف ما لها دخل بهالقصة؟ كيف؟ أكيد عم تستغل طيبة قلبك. أمي بليز روقي، أكيد هادي قلبه طيب، بس هو أكتر واحد فينا فاهم العالم، وأكيد بيعرف كتير منيح مين صادق ومين لا. بس عم يقول إنه ما في شي جدي، يعني ما في لزوم إنه نحنا نكفي حديث بهيدا الموضوع، صح؟ خلونا نوقف الحكي هون، وهيدا الحديث عمله معروف، أنا ما بدي بقى أسمعه بهيدا البيت. وإنت ماما عم بتقول إنه بعدكن بأول الطريق، لف ورجع يا ماما. لف ورجع، لأنه أنا مني مستعدة أبداً ولا عندي الطاقة إني أتحمل مصيبة جديدة بهيدا البيت. عن إذنكم ما بقى لي نفس آكل بلا ما أوتر الجو أكتر. نعم نعم، فجرت انبلي فينا وفالل روقي ماما، لانه اذا مش انا اللي قمت عن الطاوله انت رح تقومي. من الواضح انه ما فينا نحكي اكثر من هيك.